صباح الخير من جديد. اليوم فقرتنا بالتغذية مع رزان شويحات رح تكون مميزة جدا، لأنه اليوم رح تكون الحلقة الأخيرة للكبار لحتى نعرف مين رح يكون الفائز بموسم غذائك صحتك الحالي. بصبح رزان. رزان صباح صباح الخير الخير، مايس. وكمان بصبح على المشتركين اللي موجودين معنا اليوم. واليوم رح نعرف مين أكثر شخص فيهم أو مين أكثر متسابق نحفه. بالبداية بدي أرحب فيك يا زان، بدي أرحب بإسلام بكلوديا، أهلا وسهلا فيكم. يعني إحنا بنقول بالبداية إنه هم كلهم ربحانين، لأنه ما 100%. شاء الله، يعني أنا شايف الفرق، إنه الفرق كتير واضح، ويمكن بده يكون في عدد كيلوات بسيطة جدا يعني بالفرق، لكن بالنهاية يعني بده يكون في فائز واحد. مظبوط. فإحنا بدنا نشوف في المايك معك يزن، احكي لنا إيش متوقع، كيف هاي النقلة النوعية بحياتك، إنك كنت يعني من الأشخاص البدناء وهلأ صرت ما شاء الله عليك. أول شيء صباح الخير، صباح النور. بتشكر الست رزان على المجهود اللي تعبته معنا في هالمسابقة. أول شيء المسابقة مش عبارة عن رجيم، أنا بحب أحكي للناس أنه مش رجيم وأكل، عبارة عن تغيير نمط صحي كامل، صح. نمط نمط حياة حياة. كامل، يعني تغيرنا في إشي من إشي لإشي لأفضل. وكانت نقلة نوعية، وإن شاء الله نضلنا مكملين على هالمشينا عليه إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إسلام، احكي لنا شو هالنقلة النوعية اللي حسيتي فيها، كيف فرقتي من أول ما دخلتي ببرنامج غذائك صحتك أو بالمسابقة لهلأ، كيف تغيرت نمط حياتك يعني؟ أول شيء صباح الخير، صباح وأكيد تغيرت كتير، يعني أنا معي زين كمان، يعني شكري مضاعف لزين لرزان، فتغير نمط حياة بصراحة. يعني مش يعني أنا ما أول ما دخلت المسابقة ما توقعت أنزل كيلو واحد، يعني كنت داخلة بيأس يعني، بس الحمد لله تغير النمط، كان استمرينا 4 أشهر يعني، والحمد لله علمتني كثير أشياء رزان. الحمد شكرا لله. كثير لك. كلوديا، إيش بتتوقعي؟ شو توقعاتك؟ في البداية أول إشي كتير تغلبت، بعدين هلأ قدرت أتأقلم مع الموضوع كتير كويس. بشكر رزان كتير من كل قلبي، لأنه هي نقلتني فعليا من مرحلة لمرحلة وبس. ممكن بيوم من الايام ترجعوا لاول ما كنتوا مثلا، يعني هلا بس تقارنوا حالكم بالبدايه، من البدايه لهلا لما كنتوا مثلا عندكم وزن كثير زايد، بتتوقعوا مثلا انه يوم من الايام لما ترجعوا للزمان لقبل، انكم مثلا ممكن ترجعوا بيوم من الايام لكيف ما كنتوا قبل؟ اكيد لا. لا اكيد لا، طبعا اكيد لا. طيب اذا رزان حكتها، هلا بدنا نشوف قد ايه عدد الكيلوات، عبين ما خليكم هيك شوي تتحمسوا وتحرقصوا اكثر. رزان احكي لنا كيف النقل النوعيه اللي صارت، النقلة الفرق كثير كبيره. هلا حتى انا نفسي لما شفت الصور، بعرفش انتم شو شعوركم لما شفتوا صوركم بنفس الاواعي قبل وبعد، فرق كثير كبير، فرق بنفسيتهم، فرق بشخصيتهم، كثير ايجابي، كثير ركزت وكثير همني الاشياء اللي تعلمتوها، وهذا اللي برجع بحكي عليه، لأنه هذا اللي نحن رح ناخده معنا لبعد المسابقة. وكل المسابقة كانت هي الخطوة الأولى، اللي جاي هو اللي أهم، اللي جاي إنه كيف اللي تعلمتوه فعلا تطبقوه ببيتكم ويضل مستمر. طبعا نحن بننتقل من مرحلة تخفيف وزن لمرحلة محافظة، يمكن في منكم لسه بده يكمل كمان، ما خلص، ما وصل لوزنه المثالي اللي هو بده إياه. بس أول شيء بحب أهنيكم، لأنه المرحلة اللي وصلتوا لها مش مرحلة سهلة، خاصة إنه كل الناس كانت عم تحضركم، فكان عندكم تحدي كتير كبير غير التحدي تبع حالكم، وإنه بدكم تنحفوا حالكم بداية. فعشان هيك نحن بهاي المرحلة كلكم فايزين، ما يعني بس بالنهايه طبعاً لازم يكون في فائز واحد اللي ياخذ او يحصد اكبر جوائز. طب هلا الفرق كبير بينهم بعدد الكيلوات اللي خسروها؟ بعدد الكيلوات هي ما رح مش فرق كتير كبير بينهم، لكن الفرق بالنسبه، وهي اللي مره تانية بركز عليها، لانه نحن زي ما شايفه ميس اخذنا اوزان كتير مختلفه، واخذنا اوزان فوق ال100 واوزان بالثمانينات، فعشان تكون المسابقه عادله نحن بنحسب النسبه، يعني قد ايه عدد الكيلو اللي نزلتوها من الوزن الاصلي. فيمكن مثلا يكون نازل يزن عدد كيلوات أكثر من إسلام، لكن نسبة للوزن الأصلي اللي هي بلشت فيه يمكن يكون الفرق أكثر. فهاي النسبة اللي رح نركز عليها كتير. هلأ الجوائز، أول شيء بنشكر كل اللي ساعدونا بالمسابقة. عنا أول شيء طناجر فلونا، وهدول الطناجر كتير مهم أركز عليهم. وأنا ليش أهديتكم طناجر بالذات؟ علشان الطبخ عشان تطبخوا الصحي أنتو. أول شيء عشان تطبخوا أنتو قبل ما فكر الطبخ صحي أو أي شيء. أول شيء هلأ يزن بلش هواياته بالطبخ وعم يتعلم الطبخ بطريقة صحية كمان، وهذا الشيء كتير مهم، والطناجر رح يساعدوكم أكتر، لأنه فيهم 3 ميزات كتير ضرورية. أول شيء إنه المادة الدهان الموجودة جوا مادة آمنة وأبروفد من الفود أند دراج أدمنستريشن FDA. كمان حتى نوعية الدهان الخارجي والداخلي 25 مايكرون، واللي هي معناته انه هي بتصمد اكثر، يعني ما بتخرب كثير بسرعه. ونحن دائما بنقول هدول الطناجر انه عشان الماده اللي جوا ما تتقحط، يفضل ما نستعمل
المعالق الحديد، لكن بهدول الطنجر حتى لو استعملتوهم هاي الماده وانقحطت ما رح تنهدم وبالتالي ما رح تاثر عليكم. فهدول الطناجر اول شيء امنين صحيا ورح اعطيهم للثلاثه، لانه انا قلت الثلاثه انتم فايزين فرح تكون في جائزه للاول والثاني والثالث من الطناجر، فهي اول جائزه رح تاخذوها. عندنا جائزه كمان من نادي فليكس لانه رفقكم بكل المرحله بتمارين الرياضيه وبهمه انه تضلوا محافظين، فرح يكون في جائزه اولى اشتراك لمده 6 اشهر للفائز الاول واشتراك للثاني مده 3 اشهر. والجائزه الثالثه اللي نحن كثير بنركز كمان عليها لانه شفنا الاواعي تغيرت فصار لازم نشتري اواعي جديده، فالفائز الاول راح يكون عنده فاوتشر بقيمه 250 دينار من محلات فرنش كونكشن لحتى يغير الوردروب تبعه ويغير يعني نيو لوك راح يكون جديد للفائز، يعني نيو لوك كثير حلو راح يكون. وكمان انا مني الجائزه طبعا بتكون للشخص الاول انه راح يقدر يستمر معي بالرجيم لحتى يوصل للوزن النهائي اللي بده اياه مجانا طبعا ان شاء الله. طيب قبل هلا ما نوصل للحظه الحاسمه بالنسبه لكم رح اسالك رزان، وكمان بدي اسال المشتركين، عم بتقولي انه الاستمرار يعني الفائز رح يستمر معك وهذا شيء كثير منيح. هلا قديش مهم كمان الاستمراريه انه يضل الانسان مصر انه هو بده يضل محافظ على هذا الوزن وحتى ممكن يكون وزن اقل. مهم كمان انه الحياه الصحيه، بما انه عم نحكي نمط صحي وحياه صحيه، انه نروح على الجيم، نضل ناكل الاكل الصحي ونطبخ بطريقه صحيه. فاحنا مكملين كل شيء بالجوائز بس بدنا نطبق بالضبط. عشان هيك احنا كمان كنا ميس من البداية منطقيين بالأهداف تبعتنا، يعني ما كنا نحن عاملين إنه مرحلة رجيم ومرحلة ما بعد الرجيم، نحن كنا عاملين مرحلة تغيير. فحتى بالرياضة كنت أطلب منهم الأشياء اللي بيقدروا عليها، اللي فعلا بيقدروا يستمروا فيها، الوقت اللي بيقدروا يلاقوا حتى البرنامج الغذائي صح كان في تقليل ببعض الأنواع وإمنا بعض الأنواع، بس يعني مرحلة التثبيت اللي دايما بيسموها ما بعد الرجيم نحن كنا مبلشينها من أول ما بدأنا علشان ما نضل بمرحلة الأون أوف أو أنا بديت وانتهيت. لا، نحن مستمرين بطريقة أكل، يمكن هلأ بيكون معكم راحة أكتر تزيدوا أشياء أكتر، لكن الأساس موجود. طيب إذا معنا هيك بس خلال دقيقة بس بدنا نسأل كلوديا وإسلام ويزن، إيش أكتر الصعوبات اللي مريتي فيها؟ يعني شو هي أكتر مرحلة مريتي فيها حسيتيها أنها كتير صعبة، ممكن مثلا لمرحلة معينة أنك أنت رح تفقدي الأمل وأنك أنت مثلا ممكن أنها ما تستمري بالمسابقة، حسيتي بلحظة من اللحظات أنك أنت كتير تعبانة مش قادرة تكملي؟ هلا في البداية الوزن بنزل منيح، بس بتمرق فترة الوزن بدقر، يعني بتكوني انتي ماشية 100% على الدايت بس الوزن بدقر. طبعا شعور بالمرة مش حلو، بتوصلي للمرحلة انه انتي يأسانة اكمل ما اكمل. بس بتتذكري قدي انتي تعبتي وبتتذكري ايش الهدف اللي انتي حاطيته فبتقدري تكملي. اسلام ودعم رزان النفسي اكيد اكيد. اسلام احكي لنا كيف. انا لا الحمد لله، لانه يمكن لانه عيله وبطبخ انا فعودتهم على نمط معين، يعني علمتني اشياء رزان، غيرت بنمط حياتي، ما كنت اعاني الحمد لله. مش دايت انه بدك تمشي عليه يوم بيوم، يعني هاي حياتها تمشي لانه ما راح اليوم النهايه، بس راح استمر انا اولادي وعائلتي، هذا اهم شيء. يزن يمكن انت كشاب انه الحياه الاجتماعيه تاعت الشباب بتكون صعبه مع الاصحاب مع الشغل، انك انت تقدر تسيطر على نفسك ومش كثير يعني زي ما بيحكوا انه تخبص مثلا بالاكل. هي في البدايه كانت الامر صعب، مش صعب في الدرجة صعب، يعني انه شيء جديد واحد يتاقلم عليه فجاه مره واحده، بس بعدين مشت الامور تمام وخلص. يلا ممتاز. طيب يلا رزان، يلا رح نبدا اول شيء باسلام. اوكي اسلام، بدايه كان وزنها 85.5، خلينا نشوف قد ايه هلا صار وزنها. اول ما بلشت كان وزنها 85 ونص. عم نقول قبل قد ايش رزان تقريبا؟ قبل 4 اشهر تقريبا. يلا بدي اعرف، زمان ما عرفت. هم لهم شهر ما عم بيعرفوا وزنها ومخبي عليها. فاليوم المفاجاه الكبيره. 65 و300. اوكي يعني عم نحكي، خلينا ادخل الرقم. اوكي زين، من 85.5 ل 65. 65 رح احطهم بالضبط بالجرامز لانها رح تفرق. هلا اسلام معناتها نزلت 20 كيلو بهاي المرحله ونسبه نزولها 23.6%. اوكي هلا رح نشوف يزن. يزن بلش ب 123، خلينا نشوف قد ايه صرت يزن. يلا برافو يزن. واو 93.5. اوكي 123 ل 93.5
يعني يزن نازل 29 كيلو 600 تقريبا 30 كيلو ابداع يزن ونسبه نزوله 24%. ممتاز. هاي التحدي اللي كان هو خايف منها اكثر شيء. كلوديا شوفي كلوديا هلا. كلوديا كانت 88 كلوديا خايفه من شاء كلوديا انت رابحه يعني انت ربحانه بالنهايه على كل الاحوال 63 و400. هلا كلوديا نحفانه تقريبا 25 كيلو 24 كيلو 900 ونسبتها 28%، معناته هيك بيكون عندنا النسبه الاولى لكلوديا هي حققت اعلى نسبه نزول. مبروك كلوديا، مبروك. هي الفائز الاول ما شاء الله عليك. هي اللي رح تغير اوعيها كلهم رح يغيروا طبعا. يزن بيجي بالمرحله الثانيه ونسبته 24%، وزي ما قلنا نزل 29 كيلو و600، رقم كثير مهم يزن، وصورتك فرقت كثير اكيد. واسلام مبروك كمان نزلتي 20 كيلو بنسبه نزول 23.6%. ما شاء الله عليكم. طبعا رح احكي لكم شغله، انه يزن واسلام كانت النتيجه من قبل اسبوعين، اسلام بالمرحله الثانيه ويزن بالمرحله الثالثه، لانه كنت مخبيه عليكم الارقام. باخر اسبوعين قدر يزن يعكس النتيجه ويتفوق على اسلام. مبروك لكم كلكم بكل الاحوال، وان شاء الله تكونوا استفدتوا زي ما قلنا بالمعلومات اكثر من بالوزن والشيء اللي رح تاخذوه معكم للمرحله الجايه ان شاء الله. يعني كلوديا قد ما كانت متوتره هلا اظن انه خلص بدك تاخذي جوائزك. خلينا نعطيهم الجوائز. كان هاي جائزه الاواعي كلوديا مع الاشتراك الست اشهر ويزن، بالاضافه لطقم الطناجر لكم. اسلام لك طنجره، بما انك ست بيت رح تنبسطي كثير. هلا بدي تطبخوا وتفرجوني شو طبختوا بالصوره. دائما تبعتوا لنا، واكيد زي ما حكينا كلوديا ما كانت تعرف تعمل سلطه، فهي التحدي الاكبر لك. يلا ممتاز، الف مبروك كلكم، انتم ربحانين ما شاء الله عليكم. يعني نقله رائعه، دائما لما نشوف اشخاص بيكونوا بدينين او عندهم وزن زائد ونشوف قديش بيكونوا فارقين، صراحه هذا يعني قمه الاعجاب بيكون فيكم، انه ببين قد ايه انتم عندكم اراده قويه واستطعتوا انكم تتغلبوا على انفسكم وتخسروا كيلوات. بدي اتمنى لكم كل التوفيق وشكرا كثير والف مبروك كلوديا. كلوديا تفضلي بس مع المايك. يلا. اول شيء ثانك يو كثير رزع من كل قلبي، لانه انا حكيت باول حلقه انه انا بحلم حلم وبتمنى اني احققه معك، والحمد لله اني حققته. ثاني شيء بشكر كل حدا شجعني وخصوصا ماما، لانه هي اكثر وحده تعبت معي. ورزان كثير بحبك حبيبتي كلوديا، شكرا لكم. يلا الف مبروك. وما بنسى اكيد اشكر قناه رؤيا على برنامج هالرائع. شكرا شكرا لكم، الف مبروك الف مبروك، اهلا وسهلا فيكم. رزان قبل ما نختم سريعا، في ايمتى الموسم القادم رح يكون لمسابقه غذاء؟ اكيد الصحة. لانه هلا كل اللي عم بيحضرونا عم يستنوا هاي المرحله. هلا رح نبدا تحضير الموسم الجاي، بخلال الشهر الجاي رح نبدا نستقبل ايميلات. طبعا ضلوا احضرونا على رؤيا وضلوا تابعونا على صفحه دنيا دنيا، لانه رح نضل نبعث ونعلن عن الطريقه اللي فيكم تشتركوا فيها. الاسبوع الجاي رح يكون عندنا الاطفال كمان بمرحلة نهائية. بس اللي بدي من كل الناس اللي عم بيحضرونا هلأ، ما تستنوا المسابقة، ابدوا من هلأ غيروا، لأنه معكم وقت، ما في داعي أنه بس نستنى مسابقة. المسابقة هي تحفيز، لكن كلكم بتقدروا تعملوا نفس ما عملوا كلوديا ويزن وإسلام ومن قبليهم كمان بالمواسم الجاي. فإن شاء الله بنعلن عن قريب عن الموعد بالضبط، لكن رح يكون في موسم بتقريبا شهر 4 أو شهر 5. نعم، ولسه بدنا نختم إحنا كمان مسابقة غطاء أستاذك مع الأطفال إن شاء الله الأسبوع القادم. بتشكرك رزان، شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم.